ثمة حيلة تتبعها هاريس على مواقع التواصل حولت سلاح ترامب المفضل ضده، باتت تسخر هي الأخرى من منافسها عبر الكثير من المقاطع المصورة في محاولة منها للتقرب والوصول إلى جيل الشباب. هذه إحدى الفيديوهات التي لاقت انتشاراً واسعاً بين الشباب، مقطع فيديو على تيك توك. أنشأت حملة هاريس مجموعة من الصور لترامب وهو يسخر على ما يبدو من بشرته السمراء المزيفة، بينما شهدت أمريكا إعصاراً وتستعد لإعصار ميلتون. نشرت الحملة مقطع يسخر من ظهور قديم لترامب، وصف فيه الإعصار بأنه أحد أكثر الأعاصير رطوبة التي رأيناها. المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ رد على هذه المقاطع لموقع أكسيوس في تصريح سابق قائلاً إنه إذا كان أي شخص يعتقد أن استخدام الرموز التعبيرية هو أحد تقنيات الرسائل المتطورة فهو بعيد كل البعد عن الواقع.